سعيد جدا بوجودي في الأردن في عمان. هي مش أول مرة، لكن الحقيقة تقديمي للبرنامج ده إحنا في منتهى السعادة وسعادة بجمهور ذواق زي جمهور عمان. لا احنا سعداء جدا، وما كناش الحقيقه متوقعين ان الجمهور الاردني حافظ الاغاني الافلام المصريه القديمه، لكن طبعا كنا سعداء جدا بالتفاعل، وده كله بيدينا حماس وبيدينا روح مختلفه في الحفله الحقيقه. نفسنا بصراحة السينما بتاعت الوقت ده اللي احنا عرضنا، الحقيقة الأعمال تراثية ومحفوظة في الوطن العربي كله، أتمنى ان احنا نشوفه في الوطن العربي كله. يعني الحقيقة مع الترندز الحديثة يعني هو صعب ومش صعب الحقيقة. يعني الأول الناس أقدمت كتير قوي، وبعدين كان إعجابهم أكتر كمان بالتوزيعات اللي حصلت وبمطربين كبار زي طبعا مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، فيمكن ده أضاف كتير جدا ورجع للناس فعلا نشوة الوقت ده من الموسيقى. لا دي آلية كبيرة جدا، وعملنا زي لجنة وورشة عمل اخترنا فيها يمكن أكتر من 300 أغنية عشان نقدر نطلع ب20 أو 25 أغنية للحفلة. يعني